طيب خلينا نبدأ في موضوع مختلف. الموضوع هذا يحكي عن انه setting up machine learning application، بدي اشتغل على مشاريع machine learning. بعد ما عرفنا تركيب الديب نيورال نتورك، وبعد ما عرفنا كيف بتشتغل باستخدام خوارزمية الجريدينت ديسنت، الآن بدنا نشتغل على applications، ما نشتغل على مشاريع. تمام. طبعا للتذكير، احنا حكينا انه الـ Applied Machine Learning هي عبارة عن Iterative Process بشكل كتير كبير، لأنه في أنا عندي Hyper Parameters كتيرة، عدد الـ Layers، عدد الـ Hidden Units، الـ Learning Rate، الـ Activation Function إلى آخره. وذكرنا إنه Hyper Parameters هدول أفضل قيم لإلها في تطبيق، بنفعش إنه أنا أعمل له إسقاط على تطبيق تاني، لأنه الأمر حيكون مختلف. تمام؟ وهكذا. طيب، حكيت ليش انه انا محتاج انه انا اعمل اكسبيرمنتيشن بشكل مستمر، لانه انا بدي اجرب عده قيم للهايبر باراميترز، ومحتاج انه احدد انه مين افضل باراميتر. كيف بيتم تحديد افضل باراميتر؟ من خلال البرفورمانس، من خلال انه الايرور. تمام. فبالتالي انه كل ما كان انه البرفورمانس افضل، الموديل اللي بيكون بيرفورمانس تبعه افضل بيكون له اقل ايرور. تمام. وعشان انا اقدر احدد الموديل اللي له افضل بيرفورمانس بيكون له اقل ايرور. يعني انا بختار، لو انا عندي عدة موديلز بختار الموديل اللي له ايرور اقل واحد فيهم. وعشان انا اقدر اقيس هذا الكلام، محتاج ان انا اقسم الداتا سيت انا عندي لثلاث اقسام. الجزء الاول اللي هو ترين، الجزء الثاني ديف، والجزء الثالث تيست. هنشوف ايش الغرض لكل قسم. القسم الاول للترين سيت، الغرض الاساسي تبعها تدريب النتورك، تدريب الديب النيورال نتورك. تمام. الجزء الثاني من الداتا اسمه ديف، ويطلق عليه اسماء مختلفه زي مثلا هولد اوت او كروس فاليديشن او ديفلوبمنت سيت. احنا اختصارا خلاص بدنا نسميه ديف سيت. تمام. هذا عاده انا بستخدمه عشان اعمل فاين تيون للهايبر باراميتر. فاين تيون معنى ذلك انه انا بدي اختار افضل قيم للهايبر باراميتر. تمام. هحكي ليش انا في عندي الديف بارت. التيست بارت بعمل فيه اختبار نهائي بعد ما احدد ايش هو افضل موديل، بختبر افضل موديل بتطبيقه على التيست بارت. السؤال الان، ليش ما اعمل يعني باراميتر تيونينج او اوجد البيست فاليو للهايبر باراميترز باستخدام التست بارت؟ ليش انه احتاجت انه انا اقتطع جزء من الداتا سيت اسميه ديف واجري عليه هذه العمليه؟ هو طبعا عند كل المكيفات، بدل ما انا اعمل لكل اعمل لهم اعمل عن اختار البراميتر واعمل لهم تيست واعمل لهم، لا احب اكتر، لكن لما اخذ جزء منهم هيكون اكثر. الغرض الأساسي له علاقة بالماشين ليرنينج بحد ذاته. كيف يعني لسه شغال؟ بغض النظر عن مسميات ديف وتيست، ليش انه انا محتاج ثلاث اقسام مش قسمين؟ قسم للتدريب وقسم عشان انا اوجد البيست فاليو لهاي باي باراميتر. شو الكونسبت تبع الماشين ليرنينج؟ الكونسبت تبع الماشين ليرنينج انه انا دربته على داتا سيت، كيف بقيس انه الموديل هذا انه يمكن الاعتماد عليه؟ انه انا اجيب له تيست، انه انا اختبره على التيست بورت. لا، انا
على التيست. شو الفائدة إنه أنا مثلا بدي بعطيكم، بدرسكم الرياضيات، بروح بشرح لكم إنه عدة مسائل في الرياضيات، وفي الامتحان بروح بجيب لكم نفس المسائل بالضبط، تمام؟ معنى ذلك إنه أنتم بقدرش إنه أختبر مستواكم بدقة. بينما لو أنا شرحت لكم عشرات الأمثلة وحليت لكم مسائل في الرياضيات، وجيت في الامتحان جبت لكم أسئلة مختلفة، لو أنتم كنتوا فاهمين تحلوا الأسئلة، تمام؟ كيف؟ الفاليديشن سيت هذه برضو ممكن أسميها الفال سيت، هذا برضو لها اسم ثاني، تمام؟ فال سيت للفاليديشن. طيب فهمنا جزئية إنه إحنا ليش محتاجين نقسم البيانات لجزئين ترين وتيست، لأنه زي ما حكينا لو أنا بدي أختبر أداؤه بقدر أجيب الأداء تبعه على الترين، بقدر أجيب، بس هل هو الأداء الحقيقي؟ لا، لازم إنه أنا أختبره على بيانات عمره ما تدرب عليها سابقا، ما استخدمها في التدريب، تمام؟ طيب فهمنا ليش إنه أنا محتاج لقسمين. طب القسم الثالث اللي هو الفاليديشن هذا أو الديفلوبمنت، أنا في عندي جزئية بناء الموديل، لكن في عندي جزئية اللي هو اختيار الهايبر باراميتر، اللي هو إيش؟ عدد الطبقات مثلا على سبيل المثال. حقيت عدد الطبقات، هل بنفع إن أنا أختار عدد الطبقات إنه من خلال مثلا التريننج؟ إنه مش إحنا حكينا إنه المنحنى زي هيك، تمام؟ إنه أنا يعني هي عدد الإتريشن، تمام؟ بقول انه انا هيك لما كان انا عندي 3 طبقات، هيك لما كان 7 طبقات، وهكذا، وهيك انا بحدد افضل عدد طبقات. هل استخدام التريننج في هذا الاشي يمكن الاعتماد عليه؟ ولا ممكن انه يكون في اشكالية انه ممكن يكون مثلا عدد معين من الطبقات، اي نعم جاب لي اقل ايرور من التريننج، لانه اصلا التريننج سيت هي اوريدي اتعلم عليها، فبالتالي تقييم الاداء عليها نفس المشكله. فبالتالي عشان هيك انا بحتاج لبارت مستقل اقدر ان انا افحص عليه الهايبر باراميتر، تغيير الهايبر باراميترز. واضح؟ قبل ما اعمل تيست علم بالضبط. هنا انا بختار انه مثلا ال 3، هنا ال 4 بالضبط. هنا احنا اتفقنا انه ما ينفعش اعمل تيست على نفس البارت اللي انا عملت تريننج عليه، تمام؟ وفي نفس الوقت ما ينفعش استخدم التيست بارت في تحديد ايش افضل عدد للطبقات. فبالتالي هنا انا بحتاج الديفلوبمنت بارت. كيف شايف الداتا كله؟ كل الاجزاء ليبل، كل الاجزاء بقدر اشوف الليبلز تبعها وين. لا لا، صحيح. والديف برضو نفس الفكرة، تمام؟ حكيت انه احنا بنخبي الليبل، مش معناه انه احنا بنخبيه، يعني انه لا، انه يعني عشان هيك انه انا بدي افرق انه انا في عندي الديب ليرنينج موديل في له وضعين، وضع الترين وضع البريدكت. طبعا في ايه هنا؟ بريدكت، تمام؟ خلاص، في الزرين هدول، زر ترين وزر بريدكت، تمام؟ هجيت هنا في زر الترين بستخدمه على التريننج بارت. جزئية الديفلوبمنت والتيست بستخدمه في وضعية البريدكت، تمام؟ يعني بمعنى آخر
ايش حسوي هنا؟ حابني موديل واحد، تمام؟ وهنا حتكون في عدد اللايرز. هنا حقول انه الموديل الاول، يعني هنا الموديل، تمام؟ هنا الام، تمام؟ هنا هذا الموديل، وهنا عدد الطبقات. فهنا مثلا انه ام واحد، سميته ام واحد، كان في عدد الطبقات 3، تمام؟ ايش بدي احسب؟ بدي احسب الايرور. حكينا اتفقنا انه بنفعش انه نحسب الايرور تبع الترين لانه اوريدي مرت عليه، فايش بروح بعمل؟ الايرور تبع الديف، بعبي هذه الخانة اللي هو العمود الثالث اللي هو الايرور تبع الديف، ببني الموديل الثاني، بسمي هذا الموديل الموديل الثاني، بيكون عدد الطبقات، بعمل ترين على نيورال نتورك مكونة مثلا من 7 طبقات، تمام؟ بروح بحسب الايرور، الايرور تبع الديف. ما بينفع ان انا استخدم التيست. التيست بعد ما احدد والله انه مثلا انه موديل الواحد، موديل اثنين، موديل ثلاثة، موديل اثنين انه هو كان افضلهم، ساعتها خلاص بطبقه على التيست في وضع البريدكت مود عشان اشوف ايش اداؤه. بعد ما احدد ايش هي افضل الهايبر باراميتر، ساعتها بروح بطبق على التيست. هذه افضل طريقة لاختبار الماشين ليرنينج موديلز، تمام؟ واضح؟ وهيك انتوا حتشتغلوا بشكل عملي، خلي بالكم. بالضبط. بعد ما قررنا مين افضل هايبر باراميتر، افضل موديل، حكيت انه انا سميته موديل 1 2 3 4، حكيت موديل 4 هو افضل واحد، باخده بطبقه على التيست بيطلع لي النتيجه الحقيقيه لاداء، تمام؟ عدا عن ذلك لو انا استخدمت التيست في تحديد الهايبر باراميتر، هذا يعتبر نوع من الغش، ان صح التعبير، تمام؟ واضح ايش اهمية الاجزاء الثلاثة؟ هذه شغلة كتير اساسية في الماشين ليرنينج. طيب نيجي الان بعد ما فهمنا ايش الاهمية تبعتها، نيجي لتقسيمها، قديش اقسم؟ حكيت هنا في عندي عهدين ان صح التعبير، العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم اللي هو ما قبل الديب ليرنينج، والعهد الجديد اللي هو في عهد البيج ديتا، في عندي البيانات، انا عندي متوفر. العهد القديم قديش كانت انه احجام البيانات بالمئات او بالالافات او ان كثرت بعشرات الالوف. اما العهد الجديد اللي هو عهد البيج ديتا، البيانات انا عندي بتكون بالملايين. البريفيوس ايرا، العهد القديم اللي هو العهد السابق ما قبل عهد الديب ليرنينج، ما قبل عهد البيج ديتا. شو التقسيمة الشائعة في العهد القديم؟ التقسيمة الشائعة هي 70 30، تمام؟ كانت تقسم لجزئين، جزئية الديفلوبمنت ما كانتش انه هي كثير شائعة، وين كانت يعني انه في يعني انه 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 اللي بيسموها براكتيشنر او باللي بيمارس الماشين ليرنينج، انه هو ممكن يقسم 60 20 20، هذا الجزء الكبير 60 للترين، هذا للديف، وهذا للتيست، تمام؟ لاحظوا انه لا، احنا لسه في العهد القديم، صحيح، تمام؟ كان انه الشائع شغلتين، اما التقسيم لجزئين 70 30 او لثلاث اجزاء 60 20 20. وكان في بعض الاحيان انه كانت انه برضه التقسيمه هذه شائعه اللي هي 70 تمام 15 15. ايش بتلاحظوا؟
بتلاحظوا انه نسبة يعني 20 او 30% من التست انه نسبة كبيرة نوعا ما، صح؟ مع انه انا عندي في نقص بالبيانات، بس هذه النسبة يعني ضرورية جدا بسبب انه البيانات اصلا قليلة. تخيلوا انه انا عندي 300 اكزامبل، 300 اكزامبل، ورحت قسمت انا عندي البيانات ل 90 و10، 10% من ال 300 قديش بتطلع؟ 30 تيست بارت. هل يجوز انه انا اقول والله انا اختبرت الموديل على 30 اكزامبل وكان اداؤه 99%، معنى ذلك انه الموديل هذا انه كثير ممتاز وخلاص انه انا ممكن اعتمد عليه في التشخيص مثلا على سبيل المثال؟ 10% غير كافية، لأنه هذا الكلام إنه أنا بدي أبحث على statistical significance، يعني ربما يكون إنه الموديل by chance، عشان هيك إحنا بدنا نشيل البايس بزيادة عدد الإكزامبلز في التست. ربما الموديل by chance في ال 30 إكزامبلز هدول تحديدا كان أداؤه كتير ممتاز وعمل correct prediction، فبالتالي إنه شنص إن صح التعبير، كان حظه كان محظوظ انه هو هذول ال 30 اكزامبل تحديدا جابهم كوركت بريدكشن، فبالتالي نسبة 10% مش مناسبة بالمرة. تمام؟ لما بدي اخذ 30% من ال 300 قديش بده يطلع انا عندي؟ تسعين. ايش؟ قديش النسبة؟ مش هذا الماء يعني الشغلة إنه لها علاقة بالرياضيات. ثلاثين في المية من 300 قديش بيطلع؟ طيب، فالاختبار على 100 أفضل بكتير من الاختبار على 30، مع انه انا باشد الحاجه ل اكزامبلز في التريننج، فانا اخذت جزء من التريننج وحطيته في التست لهذا السبب. تمام؟ بينما انا عندي في البيج داتا ايرا او في عهد البيج داتا، انا عندي داتا سيت موجوده بالملايين، نفترض انا في عندي مليون داتا سيت، يعني انه يعني مليون اكزامبل. تمام؟ التقسيمة الشائعة أنا عندي 98 واحد واحد. ليش النسب هنا قليلة جدا في الديف؟ بالضبط، لما أخذ 1% من المليون، 1% من المليون قديش؟ هاي تلت اصفار وهي تلت اصفار وهي واحد. تمام؟ 1% من المليون قديش؟ عشرة آلاف. عشرة آلاف، هل في chance انه اكون متشنس في العشرة آلاف واعمل correct prediction؟ لا. فبالتالي هذا بيفسر انه ليش 1% كافي جدا في يعني لما تكون انا عندي الداتا سيت فيري لارج. تمام؟ بزغر النسبه وبكون هذا امن جدا، لانه التست بارت في هذه الحاله بيكون انه كبير جدا، فبالتالي انه احتمال التشانس صحيح، بقلل نسبة التست وبقلل نسبة الديف. تمام؟ لأنه بقللها كنسبة، ولكن إنه النسبة هذه القليلة كعدد إنه هي بتكون إنه كافية جدا، إنه اكتب هذه الكلمة تحديدا كافية جدا للاختبار. 10,000 كافية جدا للاختبار إنه أنا أعرف أداء، لأنه مستحيل إنه يكون في عندي يعني باي تشانس إنه أنا أعمل كوريكت بريدكشن في 10,000. ممكن هذا الكلام وارد جدا في 100
في 30 لكن في 10,000، هذا الكلام مستحيل. وممكن أذهب أبعد من ذلك في التقسيمة، بروح لو كان أنا عندي يعني 3 مليون، 4 مليون، 7 مليون، ممكن تكون التقسيمة 99.5 للترين، 0.4 للديف، 0.1 للتيست، أو ممكن أقسمهم ربع ربع، 2.5 2.5 بعد الفاصلة العشرية طبعا بطبيعة الحال. تمام؟ خلاص متفقين؟ طيب نيجي لمشكلة شائعة، هي المس ماتش بين الترين والتست ديستريبيوشن. لا أنا بحكي للديستريبيوشن في طبيعة البيانات. كيف يعني مش مناسب؟ يعني بيكون عدد قليل بالنسبة للعدد أو كثير كثير بقى بحكي على العدد. ديستريبيوشن البيانات طبيعة، متناسقة مثلا طبيعة البيانات. مش متناسقة مثلا كل البيانات مختلفة مش نفس النوع مش قادر يتعرف عليها إنه لا لا ولا خطأ طبيعتها. يعني على سبيل المثال نرجع لموضوع الكات والدوك، الموديل اللي انا بدي استخدمه لتصنيف الكاتس. تمام، من وين جبت التريننج سيت؟ انا عندي رحت دورت على داتابيز موجوده في الانترنت ولقيت انا عندي هنا صفحات اللي بربوا قطط كتير. تمام، وبروح انتقيت منها الصور الاحترافيه وبنيت فيها الداتا سيت تبعتي. تمام، بينما التست بارت ممكن انه هو يكون عبارة عن cat pictures from user using your app. رحت انا عملت ابلكيشن. خليني اوضح لكم الامر اكثر، بلاش مثال الكات والدوك. نفترض انه انا عملت بدي اعمل ابلكيشن او بدي اعمل ديب ليرنينج موديل يعمل تصنيف لفصيلة الكلاب، مش انه كات او دوك، من خلال صورة الكلب انه هو يعرف ايش التصنيف تبعه، البريد تبعه، السلالة تبعت الكلب. تمام؟ أكم في سلالة للكلاب؟ كتير. جواب كافي، كتير. جواب كافي، في سلالات كتير كتير كتير. تمام؟ فبالتالي يعني عشان توضح الأمر، عشان تشوفوا ايش يعني كيف التنوع في فصيلة الكلاب، يعني في انا عندي اشكال كتير كبيرة. مثلا على سبيل المثال شايفين كيف الاشكال انه هي مختلفة بشكل كتير كبير. تمام، لنفترض انه انا جبت داتا سيت من الانترنت رحت جمعت فيها على سبيل المثال 48 فصيلة او 50 فصيلة، يبقى انا في عندي 50 كلاس. تمام، ورحت عملت تطبيق على الموبايل ورحت التطبيق هذا انه بمكن اي مستخدم لو شاف اي كلب في الشارع انه يلتقط له صورة ويروح يقول له ايش فصيلة الكلب. تمام، حاجات الصور اللي بيتم التقاطها من الجوالات غير عن الصور اللي ممكن انا اجمعها من الويب بيجز واللي بتكون انه هاي كواليتي. هنا الصور هذه في هذه الحاله بتكون انه في ظروف مختلفه، ممكن انه يكون صورتها في الشارع والدنيا ليل بالتالي انه الاضاءه مش مناسبه، او ممكن انه الزاويه اللي انا صورت فيها مش مناسبه، مش مظهره الملامح الاساسيه لسلاله الكلب. فبالتالي في مس ماتش بين الديستريبيوشن تبع الترين وتبع التست. لاحظ هنا انه هنا السلاله كل الصور انه انا عندي الكلب انه هو جايب له اياها من الجنب زي هيك. تمام، اجيت انا مثلا على سبيل المثال صورته من الامام، فبالتالي انه ما قدر الابلكيشن انه هو يتعرف عليه بشكل كتير كبير. شو الحل في هذه الحاله؟ الحل في هذه الحاله انه لازم احرص ميك شور انه الديف
بارت انا عندي يكون نفس الديستريبيوشن تبع التيست بالضبط. لو انا اخذت من الترين اخذت جزء واعتبرته الديف، مش حيقيس الاداء الحقيقي لهذا الابلكيشن. انا بحكي على ابلكيشن كمان مره، ماشين ليرنينج ابلكيشن. ايش وظيفتنا احنا؟ وظيفتنا احنا بنشتغل في هذا المجال، انه انا ابني او استخدم الديب نتورك او الديب ليرنينج عشان انا ابني تطبيقات. لهذا التطبيق تحديدا بسبب وجود المس ماتش بين الترين والتيست، تمام، بدي احرص انه الديف بارت اللي انا هختبر فيه اداء الشبكه، لانه مش حقدر اختبره من الترين، انه بدي اختبر بدي استخدم الديف، بدي احرص انه تكون الديف نفس نيتشر او نفس الطبيعه او نفس الديستريبيوشن زي التيست. كيف يعني بجبرش؟ ماشي ماشي، فيش مشكلة. ما هو يعني على فكرة في الموضوع، الفكرة في الموضوع انه ايش المراحل تبع الماشين ليرنينج ابلكيشن او الماشين ليرنينج، يعني وانا ابني ماشين ليرنينج ابلكيشن ايش المراحل؟ اول حاجة انه ابني الموديل، تمام. هاجيت بناء الموديل في ظل انه انا الترين والديف مثلا انه من صور هاي كواليتي، والتست انه صور انه ملتقطه في الشارع مثلا، ونزلت الابلكيشن ونزلت الماشين ليرنينج موديل ونزلت التطبيق على اجهزه المستخدم، حيكون الموديل فاشل على الاخر. لا مش في الترين، في الديف، تمام. بدي احرص انه انا في الديف عشان انا قبل ما انزل الموديل وقبل ما انزل التطبيق على جوالات الناس، ايش بدي احرص؟ بدي احرص انه التريننج بارت هذا ما بقدر استغني عنه، هذا جزء كتير كتير كبير من البيانات، تمام. وفي تصنيف يعني سلالات الكلاب من صور هاي كواليتي ما بقدر استغني عنه، تمام. بس ايش بدي احرص؟ بدي احرص الديف بارت اللي انا هختبر فيه، اللي هختبر عليه الهايبر باراميتر، انه يكون نفس الديستريبيوشن تبع التست. معنى ذلك انه تكون صور ملتقطة في الشارع، صور بإضاءة يعني سيئة، صور من هالنوع. يعني إذا أنا اختبرت وكنت راضي على أدائه، ساعتها ممكن أنا أنزله وأنا مطمئن، أنا عارف أدائه كيف على هذه الطبيعة من الصور. لكن تنزيله بدون معرفة كيف راح يكون إنه شكل الموديل أو أداء الموديل في هذه الحالة، حيسبب كارثة بشكل كتير كبير في الأداء، تمام؟ طيب في بعض الأحيان انه ما يكونش عندي تيست بارت، انه ممكن يكون اوكي، ما يكونش عندي تيست بارت ممكن يكون اوكي. هذه الحاله انه انا بعتمد على الترين وعلى الديف، تمام. ربما مايت بي اوكي في بعض الابلكيشنز، في هذه الحاله انه بكون انه التيست انه مش متوفر دائما، تمام. فبالتالي في هذه الحالة انه انا ممكن انه خلاص اعمل يعني اختبره على الديف بارت وخلاص، انه انا اعمل ريليس للموديل واستخدمه في الابليكيشن. ولكن يفضل ان افضل حاجة انه يكون في عندي ثلاث اقسام، تمام. هيك انا بكون فعلا متأكد من اداء الموديل. طيب نيجي للبايس والفاريانس، هدول شغلات أساسية في تقييم الأداء. في أنا عندي البايس، بدي أتخيل أنا عندي داتا مكونة من X1 و X2، تمام. وفي أنا عندي two classes binary classification، الكلاسز هذه اللي هي X والدائرة. الهاي بايس أو الأندر فيت
او الاندر فيتنج، انه انا اعمل خط زي هيك ويكون في انا عندي الموديل تمام بيعمل مس كلاسيفيكيشن او مس بريدكشن بشكل كتير كبير، وين الاشياء او الانستانسز اللي غلط فيها. عدوا معي اي واحد، مش احنا في اللاين هذا بنقول انه اللي تحت اللاين بينتمي لكلاس واللي فوق اللاين بينتمي لكلاس تاني. هاي واحد تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وهي هذه تسعة كمان. فبالتالي معنى ذلك انه في الهاي بايس بيكون الايرور عالي. ممكن تسجلوا هذه الملاحظة انه الايرور في الهاي فاريانس اللي بيكون في هنا اوفر فيت. في هذه الحالة انا برسمش لاين زي هيك، انه انا برسم الخط. تخيلوا انه الموديل قديش صار كومبلكس، بحيث انه هو يجي هنا عشان ياخذ بس هاي النقطة يجيبها كوريكت بريدكشن ويرجع هيك، وهذه النقطة انه يجيبها هنا تمام. في هذه الحالة بيكون انا عندي الايرور قليل جدا في الترين، قليل جدا في الترين، وعالي جدا في الديف. في الديف صحيح صحيح، ما هو الايرور هنا في الترين انه منخفض جدا تمام، ولكن لما اجي اطبقه على الديف بلاقيه عالي. عشان هيك انه هذا الحالة تسمى هاي فاريانس، في تباين كتير كبير بين الايرور تبع الترين والايرور تبع الديف تمام، وهي الاوفر فيت. معنى ذلك انه الموديل صار مفصل تفصيل على الداتا سيت هذه تحديدا، صار حافظها حفظ. وانا ما بدي هذا الكلام، انا بدي موديل فاهم، بديش موديل حافظ. صح تمام. الفيت انا عندي هو انه اعمل خط او منحنى بهذا الشكل، في ايرور عندي هاي هذه وهاي، بس هذا مش مشكلة. موديل بإيرور بسيطة ولكن تمام، ما في أي مشاكل، لا في بايس ولا في فاريانس، هو هذا الفت تمام. هذه الشغلات أساسية أنا عندي. نيجي هنا لأبليكيشن، نيجي للكات كلاسيفيكيشن، الموديل اللي انا بنيته تمام. لما تكون الصوره فيها كات بيطلع لي الواي بتساوي واحد، ولما ما يكونش فيها كات اي حاجه تانية غير الكات صفر مثلا تمام. رحت كم موديل رحت انا بنيت؟ اربعه موديل. هاي الموديل الاول، هاي الموديل الثاني، هاي الموديل الثالث، وهي الموديل الرابع. الموديل الأول للتريننج فيه تريننج ايرور. كيف بجيب التريننج ايرور؟ كيف بجيب التريننج ايرور؟ بشغل الموديل في البريدكشن مود. عشان حكيت انا في عندي الديب ليرنينج موديل، في عندي تو مودز، وضعيه الترين بقول له انه هي الاكس وهي الواي، خلي بالك. كيف بدي اجيب الايرور على الترين؟ بروح بشغل الموديل في البريدكت مود على الترين بارت تمام. صحيحين الترين ايرور هنا قديش؟ 1%. اما الديف ايرور قديش؟ 11. هذا الموديل في بايس ولا فاريانس؟ فاريانس. في فرق كتير كبير بين الترين ايرور والديف ايرور. حافظ الترين لدرجة انه نسبة الايرور 1% تمام،
ولما جيت طبقته على الديف الايرور عالي كتير بالمقارنة. الثاني هو طبعا بدي اقارنه بحاجة اسمها الهيومن بيرفورمانس. الهيومن بيرفورمانس انا في هذه التاسك، في هذا النوع من التاسك، قديش مقدرة البشر على تصنيف الصور اللي فيها كات ومش كات؟ يعني الايرور تقريبا ممكن انه يصل لصفر من في المية. ممكن يمر علي نوع معين من القطط، تمام، اكون محتار فيه هذه قطة ولا مش قطة، تمام، وخاصة نوع من القطط اللي ما بيكون في له شعر، تمام. يعني على سبيل المثال في قطط يعني كتير انه انا بكون محتار، انه خاصة الفلافي كات. ايش الفلافي كات؟ ايش يعني فلافي؟ فلافي انه بيكون الشعر تبعه منفوش. لما يكون في عندي فلافي كات وفلافي دوغ محتار بيناتهم. كلاب البريد، فصيلة اللي بتكون انه كلاب صغيرة وبيكون فلافي، تمام، محتار بيناتهم هذا كات ولا دوغ. تمام، فبالتالي بدي اقول انه النسبة تقريبا 0%، نسبة الايرور انه انا اغلط في الشغلات هذه، ممكن اغلط لي في كم من صورة، لكن تقريبا انه الايرور قريب من 0%. فبالتالي مقارنة انه الترين وين انا بنخدم؟ والله انا لو بنيت موديل نسبة الايرور فيه 1%، معنى ذلك انا بقول اه قريب جدا من اداء البشر، بس المشكلة تبعته انه ايش؟ فيه هاي فاريانس. تمام، الموديل الثاني كيف؟ فيش فيه فاريانس، في فرق كتير كبير بين الترين ايرور والديف ايرور؟ لا، يعني بطبيعة الحال انه الترين ايرور بيكون اقل من الديف ايرور، لانه هذا طبيعي، لانه هذه الداتا سيت اوريدي اتعلم عليها الترين، تمام. الفرق بيناتهم هذا ما في فاريانس 15 و16%، لكن ايش؟ في هاي بايس. ليش هاي بايس؟ يعني الاوبتيمال بيرفورمانس انا عندي 0%، قريب ال 0%، ال 15 الايرور عالي جدا. طيب لنفترض انا عندي في ابلكيشن ثاني مختلف، مش الكات والدوغ، تمام، والاوبتيمال بيرفورمانس انا على سبيل المثال كان 15%. زي ايش مثلا؟ انه انا بشتغل في بنك، وظيفتي الاساسيه، شو وظيفه البنك الاساسيه؟ فاينانس، تمويل. انه انا بجي بحكي له انه انا بدي اعمل مشروع، بدي افتتح مصنع، تمام، وهي دراسه الجدوى، اديني 3 مليون دولار عشان انه انا ابدا المشروع هذا. فالبنك بده يعطيني الفلوس اذا كان ضامن انه المشروع هذا حينجح وحرجع الفلوس، لكن اذا ما كانش المشروع حينجح او ما كنتش انا عندي القدره ان انا ارجع الفلوس، ما عنده البنك انه استعرف. فبالتالي انه بيكون في موظف مختص عنده خبره بروح بقيم البروفايل وبقيم الابليكيشن، تمام، وبشوف انه هذا الشخص شو بيشتغل، ايش من يعني دخله السنوي، تمام، هل غير عنوانه في اخر مثلا سنتين؟ لانه اذا كان بغير عنوانه في اخر سنتين معنى ذلك انه في مشكله، تمام. الدخل تبعه ثابت، لو الدخل تبعه انه مش معروف انه في شهر كذا، انه في اشكاليه في الموضوع هذا. فبالتالي نفترض انه الموظف هذا اللي درس اداره اعمال او تجاره لمدة 4 سنوات وإله بيشتغل في البنك كمان 10 سنوات، هذه الخبرة كلها، وبيغلط على سبيل المثال 15% أو 16%، معنى ذلك إنه الموديل هذا بما إنه الفاريانس تبعه منخفض بقدر إنه أنا أعتبر إنه الموديل هذا ممتاز، ما في بايس،
لانه البرفورمانس تبعه قريب من الاوبتيمال، تمام؟ فبالتالي انه على حسب الاوبتيمال. هذا الكلام مهم جدا. مش معنى ذلك انه في تقييم المودلز في الماشين ليرنينج اجى اقول والله فوق ال90 معنى ذلك انه الموديل كويس، وتحت ال90 الموديل مش كويس. لا، بدي اقارن بحاجه اسمها الاوبتيمال بيرفورمانس، بحاجه اسمها الستيت اوف ذا ارت، تمام؟ بيجي بقول انه في هذا المجال، في المجال الطبي مثلا على سبيل المثال، قديش نسبه الايرور في التشخيص لصور مثلا على سبيل المثال لصور الاكس راي مثلا على سبيل المثال؟ والله بقول انه الاطباء بيخطئوا بنسبه مثلا 3%، في نسبه خطا 3%. والله لو انا عملت موديل ممكن انه هو يكون 2.5، فبالتالي انه الموديل هذا انه كثير كويس، تمام؟ او ممكن اقول انه والله في مرض التشخيص تبعه صعب جدا ونسبه الايرور فيه 30%. نسبة الايرور للاطباء، انا بحكي انه تشخيصه صعب جدا، انه انا اجي اقول والله من الاكس راي انه في عنده كذا، تمام؟ لنفترض انه الاطباء بيخطئوا بنسبة 30%، تمام؟ فانا لو مزيت ماشين ليرنينج موديل كان حوالين ال 30%، مع انه الاداء يعني 70% اكيورسي او يعني ايرور 30%، انه ممكن انا اعتبره سيء، لا، على حسب الاوبتيمال بيرفورمانس. هذه شغلة اساسية، خلاص؟ طيب نيجي للموديل الثالث. الموديل الثالث يعني جايب العيد، عنده بايس وعنده بيرفورمانس. نرجع ل كيف؟ صحيح، بالمقارنة بالاوبتيمال بيرفورمانس 0%، الايرور عالي، في بايس عالي، وفي فاريانس 15 ل 30، تمام؟ الموديل الرابع اللي هو انا عندي الترين ايرور نص والديف ايرور 1%، اجيت انا قررت النص مع هذا، انه هذا لو بايس لو فاريانس، هذا افضل موديل انا ممكن اختار. فهذا اللي انتم حتسووه في المشروع، تمام؟ حتيجوا تقيموا انتم عندكم ما قبل وما بعد، وتشوفوا انه والله انه كان هيك وصار هيك، فبالتالي انه هذا افضل موديل، او في الهايبر باراميتر تيونينج عندكم، تمام؟ طبعا الموديل لما يكون انه احنا جبنا الرسمه لما كان هاي فاريانس، وجبنا الرسمه لما كان هاي بايس، كيف لما يكون الاثنين سوا كيف بتكون الرسمه؟ لاحظوا انه هنا خط وهنا كله منحنيات، فهنا جمع الاثنين، انه هنا خط بس هنا دخل انه منحنى زي هيك ورجع مره ثانيه خط، فهذا انه هاي بايس وهاي فاريانس. طيب حكيت احنا بدنا وصفه، الوصفه هذه ضروريه جدا، على اساسها بقدر انا اتحرك في المشين ليرنينج ابلكيشن، تمام؟ انا في عندي هايبر باراميتر كثيره، هستعين في التقييم بالبايس والفاريانس عشان انا اعرف وين بدي اتحرك. فهلقيت هنا بدي اجي اسال، بروح ببني اي موديل، اي ديب ليرنينج موديل، اي شبكه بستخدمها، بروح بسال هل انا في عندي بايس؟ الاجابه يا يس يا نو. اذا كان يس، ايش بدي اسوي؟ هاي الخيارات اللي انا ممكن اسويها، ممكن أبني شبكة أكبر. إيش يعني شبكة أكبر؟ أزود الطبقات، تمام؟ أزود الطبقات، تمام؟ أو train longer، أزود إيش؟ عدد الإتريشنز، تمام؟ أزود عدد الإتريشنز. معنى ذلك إنه إيش يعني إنه high bias؟ معنى ذلك إنه الإيرور عالي كتير، كيف ممكن أنا أقلله؟ بزود طبقات او بخليه انه هو يتدرب اكثر. وهذا اللي احنا بنسأل، لو بدنا نرجع للتشبيه مع سلوك البشر، انتم عندكم ماده ثقيله مثلا زي الديب ليرنينج،
والمادة هذه يعني الايرور فيها عالي، البرفورمانس تبعكم فيها مش تمام، ايش الحل؟ يا بتكبري دماغك تمام، يا بتدرسي اكتر تمام، تدرسي اكتر، انه درست الحاجة مرة ما فهمتش، بدرس كمان مرة، ضلني ادرس ادرس ادرس، اعيد 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 لغاية لما تدخل في دماغي تمام، يا بكبر دماغي. الخيار الثالث انه انا اجرب اركتكتشر مختلفة، وهذا موضوع احنا حندرسه فيما بعد، لانه انا في عندي اركتكتشرز مختلفة، فممكن ابحث على اركتكتشر ثاني تمام. المقصود هنا بالاركتكتشر مش عدد الطبقات، المقصود فيها طريقة التوصيل، المقصود فيها طريقة التوصيل تمام. طيب ما عندي بايس، كان الجواب نو. قبل ما أروح للنو بالمناسبة، جربت شبكة أكبر، برجع مرة ثانية بشوف نزل البايس، ضايل هاي، بروح بجرب الأوبشن الثاني ترين لونجر، بروح برجع مرة ثانية وهكذا، يبقى بضلني بعمل لوبينج 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 لغاية لما أحل هاي المشكلة، بستخدم الخيارات اللي موجودة هنا. طيب خلصنا من مشكلة البايس، كانت صارت الإجابة نو، ساعتها إيش بدي أشوف؟ الهاي فاريانس، هل عندي هاي فاريانس؟ نعم. ساعتها إيش بدي أسوي؟ إيش الخيارات المتاحة؟ بدي أجيب بيانات أكثر، في عندي مشكلة هنا في البيانات، بدي أجيب بيانات أكثر تمام؟ عندي فاريانس كتير، في عندي فرق كتير كبير بين التريننج ايرور والديف ايرور تمام؟ في عندي مشكلة في الديف سيت تمام؟ أما هنا عندي مشكلة في التريننج ديتا، عشان هيك أنا بقول لي ترين لونجر أو ابني شبكة أكبر تستوعب هذه الديتا سيت تمام؟ فهنا يا بجيب بيانات أكثر، وهذا الخيار مش دائما متاح، صعب، أو أستخدم أسلوب ثاني اسمه regularization اللي هو أيوه هذا الموضوع، هنشوف إيش هو regularization تمام؟ أو خيار ثالث اللي هو برضو نفس الفكرة neural network architecture، برجع مرة ثانية بجرب تمام؟ خلصنا من مشكلة الـ variance، صارت نو خلاص ضل. هذه الشغلة كتير مهمة، هنا الهاي بايس والهاي فاريانس، أنا دائما هنا في المنحنيات تبعتي هأبني أو هأرسم تو كيرفز، واحد للإيرور تبع التريننج وواحد للإيرور تبع الديف تمام؟ أنا كنت إنه قاصد إنه أعمله زي هيك، أوكي تمام. طالما إنه هدول قراب من بعض، معنى ذلك إنه ما فيش فاريانس. وقتيش بيكون في فاريانس؟ بيكون في فاريانس إنه لو كان زي هيك، إنه هاي التريننج إيرور نازل كتير، والديف إيرور وينه؟ هاي وين الفاريانس؟ هاي هذا هنا أنا في عندي مسافة كتير كبيرة، في فرق كتير كبير بين التريننج إيرور والديف إيرور. طبعا طبيعة الحال انتوا اكتبوا على هذه المنحنيات انه ترين ايرور وديف ايرور يعني تمام، بس للتوضيح يعني، لانه ما بديش استغرق وقت طويل انه انا اكتب انه هذه ترين وهذه ديف، اوكي، او العكس انه هذه ترين وهذه ديف. فانتوا هذه المنحنيات يفترض انه انتوا ترسموها، كيف بدكم ترسموها؟ هنا عندكم في التنسر فلو تمام، الاوفر فيت والاندر فيت تمام. هنا حتلاقوا انه هنا بورجيني انه انا كيف انه اعمل الرسمات هذه تمام. هاي الموديل هذا هو تايني ترين تايني فال، ايش هو الفال؟ ديف تمام. فهنا انا عندي الايرور تبع الترين وهذا الايرور تبع الديف، وهنا انا تحت انا عايش انا عندي عدد الايبوكس
واضح لكم ايش هو عدد الاي بوكس؟ عدد الاي بوكس انا عندي هاي الداتا ست تبعتي، هاي اكس واحد، هاي اكس اثنين، وهاي الواي. هاي الداتا السجلات تبعتي زي هيك. تمام، حكيت انه انا اخلص الداتا ست كلها، حكيت كل اكزامبل يعتبر اتريشن. انا عندي اخلص كل الاكزامبلز، هذه تسمى اي بوك. تمام، طيب لو خلصت الاي بوك ومحتاج اتدرب اكثر ايش بسوي؟ بروح بعيد من اول وجديد على اول اكزامبل. تمام، زي البشر بالضبط، انا مش فاهم حاجة برجع بقرأها تاني، برجع بلف على كل المنهج من اول وجديد ان صح التعبير. تمام، فكونه انه انا اجي اقول والله انه انا يعني هنا لو نرجع للبيجينر، يعني هنا كويك ستارت فور بيجينر. تمام، لاحظوا انه هنا هي بنات الشبكه، بنيت الشبكه. انا عندي هي الطبقه الاولى فلاتن لانه هي عباره عن صور مكونه من 28 في 28 بكسل. في هنا عندي طبقه واحده مكونه من 28 نيورون. تمام، والاكتيفيشن فانكشن ريلو، هذا الدروب اوت اللي هو يعتبر نوع من الريجولايزيشن اللي احنا حنحكي عنه. تمام، هذه الطبقه الاخيره اللي هي الدنس، فمكونه هاي من طبقه طبقتين. بلاحظ هنا في الفيت ايش حكيت له؟ اي بوكس بتساوي 5. وهنا في الاي بوك الاولى ايش؟ مر على 1875 من 1875. واضح ولا اكبر؟ معنى ذلك انه انا عندي عدد السجلات، عدد التريننج اكزامبلز 1875. تمام، في الاوبك الاولى مر عليهم كله، الايبوك الثانيه برضه برجع بلف عليهم كمان مره. يبقى هنا الباراميتر هذا في الفيت، انا عندي موديل دوت فيت ايش اديته؟ اديته الترين اكس والترين واي، واديته الايبوك هنا بتساوي 5، صار واضح انا عندي ايش هو الايبوك. فنرجع هنا لمرجوعنا اللي هو ايش؟ الاوفر فيت والاندر فيت، ونرجع للرسمه هذه. يبقى هنا الرسمه هذه اللي انتم شايفينها هنا، انتم لما تلاقوا الاي بوكس هنا واضح ايش معناته الاي بوكس، انه انا بلف على عندي على الداتا سيت اكثر من مره. فهنا 200 400 600، لاحظوا انه كل ما زادت الاي بوكس الايرور بيقل. تمام، بهذا الشكل. فبالتالي هذا النوع من الرسمات بقدر انه انا اجيبه، حتشوفوا ايش الكود اللي انا بقدر انه انا اجيبه يعني استخدمه لهذا الاطار. فبالتالي هنا كومبايل اند فيت، اديته الموديل. تمام، وخزنت هذا الكلام في السايز هيستوري، واديته الليبل تايني. فبالتالي هخزن هذه المعلومات كلها في هذا الديكشنري. تمام، هذه هنا جرب عدة موديلز بأحجام مختلفة، نتورك صغيرة، نتورك تايني ضئيلة جدا، سمول، ميديوم، لارج. في كل واحدة فيهم ايش جايب؟ ترين وديف، ترين وفال. تمام، في انا عندي حاجة اسمها تنسور بورد زي الجوبيتر نوت بوك، بقدر انا اشغلها، بفتح لي صفحة ويب، بتصل على لوج فايل تبع التريننج موديلز تبعتي، وممكن من خلاله زي ما انتم شايفين ايو بيطلع لي زي هيك، بيطلع لي البرفورمانس في كل نقطة. ايو شايفين النقطتين هدول كيف بيقربوا من بعض وبيبعدوا من بعض؟ بقدر اشوف الفاريانس و لهذه النقاط، وبقدر انه اعمل زوم ان في نقطة معينة. بهذا الشكل. فهذه الشغلات يعني هينا بندرسها هنا. تمام، المنحنيات هذه اللي انا بحكي لكم عنها، وهذه الشغلات انه انتم المفترض انه انتم تطبقوها بشكل عملي. تمام، شغله ثانيه اساسيه في التطبيق العملي، وهي لما حكينا هنا
انه في الوصفه تبعتي ترين لونجر. ايش يعني ترين لونجر؟ ده ضو بدي اخليه يتدرب اكتر. طب ابدا من الصفر ولا اخليه يكمل تدريب؟ كيف بدي اخليه يكمل تدريب؟ انه اللي تدربه ضلوا يتدرب مثلا على سبيل المثال 4 ساعات، تمام، ولقيت انه البايس عالي، فبدي اخليه انه هو يكمل تدريب ترين لونجر، انه هو يكمل. انا دربته على سبيل المثال 30 ايبوكس وكان انه البايس عالي، فبدي اخليه يتدرب كمان 20، معنى ذلك انه المحصلة 50. سؤال الان، ابدا التجربة من اول وجديد من الصفر واخلي الايبوكس 50، ولا في خيار انه اخليه يكمل الترين انا عندي ويصير يكمل بعد ال 30 انه اعطيله كمان 22 ايبوك؟ ايش هو الخيار هذا؟ هي موجود عندكم هنا بشكل عملي، اسمه التشيك بوينت. في التشيك بوينت هنا في سيف اند لود، تمام، بتروحوا هنا عند حاجة اسمها هيو تشيك بوينت كول باك يوزج، تمام، حددت الباث تبعه، تمام، فبالتالي بكتب لي الويتس اللي توصل لها بعد بعد ال 30 ايبوك، بروح بحفظها. الويتس هذه عبارة عن ماتريسيز، بروح بحفظ لي اياها في فايل، تمام، وبكمل من خلال، تمام. فبالتالي هنا عديته الفايل باث هذا، وبحكي له هنا سيف ويت اونلي بتساوي ترو، وهنا بروح بستدعيه في الكول باك، الكول باكس بتساوي الكول باك هذا. فبالتالي انه لاحظوا هنا ايش اختلف، انه هاي الايبوك الاولى من العاشره، تمام، انه عمل سيف للموديل في الملف هذا اسمه سي بي دوت سي كي بي تي، تمام. فبالتالي هنا انه هو بروح بحفظ بعد ما يصل انه كل فترة معينة بروح بحفظ الويتس. فبالتالي انا لو شفت الدايركتوري هذا حلاقي فيه الملفات هذه، لما اجي اعمل لود للموديل هذا، هاي في انا عندي هذه الاوبشنز هذه بتطلع عليها برضو اللود، وين اللود؟ في اللود مودلز بقول انه الموديل لود ويتس وبدي له المسار تبع التشيك بوينت، خلص انتهى الموضوع. فبالتالي في المشروع اعذار انه الموديل طول كتير، ما كملش تريننج، عمل كراش معايا، هذه اعذار مش مقبولة على الاطلاق، تمام. هذه مادة ديب ليرنينج تحتاج لتدريب طويل، لازم تستخدموا فيها التشيك بوينت في المشروع، واضح الكلام؟ لازم تكبري دماغك وتستخدمي التشيك بوينت، اوكي؟ آخر نقطة هو موضوع البايس والفاريانس تريد اوف. حكيت سابقا انه كان موضوع البايس في الفاريانس، اذا انا بلعب في واحدة حيؤدي لتغيير الثانية، عشان هيك انا بدور هنا على تريد اوف، انه انا بدور على منطقة يكون فيها الفاريانس والبايس مقبولين، لانه يعني تغيير في واحدة حيؤدي لتغيير في الثانية، تمام. هذا سابقا. اما في الديب ليرنينج اي حاجه غير الديب ليرنينج هذه الشغله موجود فيها، انه تغيير في البايس بيؤدي للتغيير في الفاريانس والعكس صحيح،
فعشان هيك انا بدي ادور على منطقة انه كتريد اوف، يعني حل وسط، انه موديل يكون انه الفاريانس والبايس تبعه مقبولين. اما في الديب ليرنينج بفضل توفر هاي الخيارات، صار بالامكان تحسين البايس بدون التأثير على الفاريانس. خلص انا الموديل تبعي فيش فيه اوفر فيت، تمام؟ فبالتالي تحسين الاكيوريسي تبعت الموديل او تقليل الايرور تبع الموديل ما بيأثر على الفاريانس. الفرق بين الترين ايرور والديف ايرور مش كتير كبير، فبالتالي تحسين الايرور هذا ما بيأثر على الفاريانس بيناتهم. هاي المقصود انه يعني انه بفضل هاي الخيارات المتاحه اللي صارت، الاوبشنز اللي انا ممكن اجربها، تمام، صار بالامكان حل مشكله دون التاثير على مشكله اخرى. وهنا بنرجع على مرجوعنا، انه انا حكيت انه احد المآخذ على الديب ليرنينج انه انا عندي الهايبر باراميترز كثيره. حكيت انا عندي عدد اللايرز، عدد النيورونز في اللايرز، عدد الايتريشنز، بس فعليا انه هاي الخيارات هي اللي اتاحت لي انه باستخدام هاي الوصفه تحديدا عرفت انا وين اتحرك، ازود عدد طبقات ولا ازود عدد ايتريشن باستخدام هاي الخريطه. وبسبب توفر هذه الخيارات صرت اقدر انه انا احل مشكله دون التاثير على المشكله الثانيه. تمام؟ خلينا نتوقف هنا، المحاضرة الجاية إن شاء الله بناخذ الـ Regularization.